العلاقات بين مصر وكينيا وثيقة وممتدة، وتتميز منذ نشأتها بالود وحسن التعاون. فقد ساندت مصر حركة التحرير الكينية الماو ماو والمناضلين والزعماء الكينيين الوطنيين، ومنهم جومو كينياتا، ضد الاستعمار البريطاني، حتى حصلت كينيا على استقلالها في عام 1963، وأصبح جومو كينياتا أول رئيس لجمهورية كينيا في عام 1964. وجدير بالذكر أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا هو نجل جومو كينياتا، وقد سمي أوهورو وتعني الحرية باللغة السواحلية، أملاً في أن تنال كينيا استقلالها وحريتها، وهو ما تحقق بعد ذلك. تعمل مصر وكينيا على تكثيف الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم ولدفع عجلة التنمية في القارة الإفريقية، وتحرص البلدان على دعم العلاقات الثنائية في جميع المجالات، ومنها التجارة والاستثمار ومكافحة الإرهاب. وبدءاً من عام 1980 تم عقد اتفاقيات وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، وتحرص البلدان أيضاً على دخول تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ بشكل كامل، إلى جانب توقيع اتفاقيات جديدة بما يخدم مصالح الشعبين. وتقوم الحكومتان بدعم القطاع الخاص في إطار هذا التوجه. We will fast track the conclusion of bilateral agreements on avoidance of double taxation and on the reciprocal promotion and protection of investments. And this we agreed to quicken the pace and see if we can conclude these instruments this year. أؤكد لكم أن مصر تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وأود أن أرحب بالتعاون المتزايد بين القطاع الخاص في البلدين خلال السنوات الأخيرة، والزيارات المتبادلة بين مؤسسات رجال الأعمال لبحث المشاريع المختلفة، وآخرها زيارة وفد من جمعيات الأعمال والمجالس التصديرية المصرية المتنوعة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الكيني في نيروبي خلال الأيام الماضية، والذي تم خلاله الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال التعاون المشترك في عدة مجالات. كما أود أن أشير إلى اتفاق الحكومتين المصرية والكينية على اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتيسير وتحفيز التبادل التجاري بين البلدين. The Kenyan mission to Cairo is actually the second embassy that Kenya opened after independence. Yes, I understand that. After London. After London. The second was Cairo. And that showed how close our two presidents were. This cooperation actually continued, I would say, into the 70s and the 80s, in the last two or three years, with the ascendancy of His Excellency, President Abdel Fattah el-Sisi. He has focused Egypt back to Africa as our brothers. So currently, we are engaging at the highest levels in all aspects between Kenya and Egypt. How important was the official visit of President Abdel Fattah el-Sisi to Nairobi in February 2017? You may note that the president's visit to Nairobi on 18th of February was the first state visit by a sitting Egyptian president to Kenya. And this is despite the fact that we've had over 50 years of close relationship between our two countries. So that was very significant. It was very important for us, and we were truly honored, and we were very, very happy as Kenyans and all of us from the political, the diplomatic, and the commercial sectors. يتراوح حجم الميزان التجاري بين مصر وكينيا ما بين حوالي 500 مليون و 600 مليون دولار. وفي إطار الجهود المشتركة لزيادة التبادل التجاري، عقد في نيروبي أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري الكيني تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة لكلا البلدين في فبراير 2017. وفي ذات الوقت زارت كينيا بعثة تجارية مكونة من 60 رجل أعمال يمثلون 55 شركة مصرية في 5 قطاعات صناعية، وتم عقد صفقات تجارية
لتصدير المنتجات المصرية. وقد قامت جمعية المصدرين المصريين إكسبو لينك بتأجير مخازن بالمنطقة اللوجستية في مومباسا لتسهيل بيع المنتجات المصرية لشرق إفريقيا بداية من عام 2017. احنا ربنا كرمنا كرم كبير جدا في البعثة دي. الرقم اللي اتحقق مبيعات فعلية للشركات المصرية بيمثل تقريبا 3.5% من حجم صادرات مصر لكينيا السنة اللي فاتت كلها. يعني لو بصيتي حضرتك على صادرات مصر لكينيا 2016 تلاقي ان انت بتتكلمي في تقريبا 260 مليون، انت في 48 ساعة او 72 ساعة في كينيا عملتي 10 مليون دولار. ولم يكن الهدف من البعثة الترويجية هو زيادة حجم التبادل التجاري فحسب، وإنما دعم الاستثمار بين البلدين أيضاً. الاستثمار وبالأخص الاستثمار الزراعي، إن احنا النهاردة بنبص إن احنا لما نيجي نشتغل مع أفريقيا ونزود التبادل التجاري لازم يبقى جايين ومعانا تنمية زراعية نقدر نتبادل فيها مع بعض الخبرات. عندنا الخبرة في الميكنة الزراعية، عندنا الخبرة في أنظمة الري، وعندنا طبعاً السماد والبذور اللي نقدر نصدرها لهم، فهي برضو فيها جزء تصدير. والحقيقة وفقنا مع وكيل وزارة الزراعة هنا إن احنا هنبتدي مشروع قوامه 11,000 هكتار. احنا كرجال أعمال هنقوم بزراعة هذا الموضوع، والتمويل هيبقى من الجانبين إن شاء الله. To what extent is the African Free Trade Agreement or the Tripartite Free Trade Area signed in Egypt in 2015 a game changer? That is the real game changer. And if you look at the traffic that we're having in East Africa, in Kenya in particular, the whole world is now focused. And really, if you look at the tripartite, it is a real game changer. The numbers speak volumes. I mean, if you wanted to come to Africa and you think of Rwanda with 7 million people, it's not very exciting. If you think of Uganda with 40 million people, it's not exciting. If you think about Kenya, 45 million people, but if you think about 650 million people across the tripartite, then it's exciting. And I can tell you, the tripartite is a precursor to the Africa Free Trade Agreement. That, as long as we move those numbers between Cairo and South Africa, Cape Town, if those numbers start moving, then West Africa and other countries will have to fall in place. But between now and that time, there's a lot of work to be done. And particularly in terms of addressing the non-physical barriers of trade, that we can come to Egypt without thinking about visas and clear that area, and same Egyptians can come here and do trade. And I've just said again, we need to look at the competitive strengths of these two countries. And I think time for Pan-Africanism has come. Construction materials, we want to see more of what you have. Building products, finishes, doors, windows, that's what we would like to see. But as a Kenyan, and as the hospitality industry has grown, we have used the Egyptian linen, you know, and everywhere, all the hotels, they all use your linen. So we wanted to understand more what else is available from Egypt. And we know that your products are first class. That's why we want to see you. I'll speak from my area where my expertise. In the real estate sector, especially the interior finishes, I am looking forward to working with Egyptian companies that are able to give us products for homes, for offices, interior, for interior design. And of course, we are looking to see, to get your cement. We are looking to work with you for your cement, your glass, your steel, and everything that prepares us to a home. We're moving to Egypt for three major reasons. One, because it's closer to Kenya and East Africa, and because of the ports that we have, like Mombasa, makes it easier because of freight, so that lessens our cost. Secondly, because Egypt is closer, and because we're both in the COMESA, we have the free trade. So it means that we don't pay so many of the customs.